اذا نكمل في الوين تربينز لخص اللي حكينا لحد الان. الويند احنا بنعرف هون السبيد متر بير سكند. هاي الهب هاي البلايدز ثري بلايدز عاده راح يكون عندنا جير بوكس والجير بوكس راح يكون ستيب اب بس عندنا في هاي سبيد شافت لو سبيد شافت مثلا هون على سبيل المثال ممكن السرعة تكون نفترض هذه 51 ستيبينج اب سبيد بكون ستيبينج داون بالتورك بترتفع سبيد بتنخفض التورك الكتريكال جنريتر مثال على الكتريكال جنريتر ممكن يكون مثلا يولد عندي الكتريك جنريتر يولد ثري فيز سوفت ايش هاي سوفت ستارتر سوفت ستارتر هلا بحكي ليش بنحتاج سوفت ستارتر هذا بلوك دايجرام تقريبا كامل ل وين تيرباين عندنا هون الناشونال جريد ممكن يكون عندي هون ترانسفورمر يعمل ستيبينج اب للفولتج بيكون الفولتج هون عالي هاي فولتج هون لور فولتج هي عندنا هون الويند سبيد على شكل كينيتيك انرجي تتحول لروتيشنال انرجي روتيشن ميكانيكال انرجي لما بتضرب في التربين السرعة هاي منخفضة تعتبر بالنسبة لهذا الجنريتر فهذا الجنريتر مثلا محتاج انه يمشي على سرعة حوالي 1500 RPM
هذه السرعة هون منخفضة، هاي تقريبا حوالي 30-33 ار بي ام سرعة الرياح، لازم اعمل ستيبنج اب للسبيد. طبعا هون نفس الشيء زي الترانسفورمر، هل بصير اني ارفع السبيد؟ ايش بصير في المقابل؟ بنخفض. ايش اللي بنخفض؟ تورك. ممتاز. فهون عندي الجير بوكس، اي جير بوكس بشكل عام انه هون تي اوميجا، خلينا نسميها تي لو سبيد شافت، اوميجا لو سبيد شافت، تي هاي سبيد شافت، اوميجا هاي سبيد شافت. حاصل ضرب تي في اوميجا، ايش تي؟ شو وحدتها؟ نيوتن متر. ايش اوميجا؟ انجلر فيلوسيتي. انجلر فيلوسيتي ممتاز، شو وحدتها؟ رات بير سكند. فعندنا هون اذا كان هذا ايديال جير بوكس يكون بي ان يساوي بي اوت، فعندي تي low speed shaft في اوميجا low speed shaft يساوي تي high speed shaft في اوميجا high speed shaft. هون عم بفترض انه الافشنسي هذا ideal ما في losses. الوحدات هون نيوتن متر راد بير سكند، ونفس الشيء هون نيوتن متر، طبعا هون يعني الانبوت باور بتساوي الاوتبوت باور. رفعنا السبيد نزلنا التورك، فالتورك بيكون هون اقل من التورك اللي موجود. الالكتريكال جنريتر، هلا الالكتريكال جنريتر في البدايه اول ما بشغل الويند فارم بيجي عندي الكتريكال باور. هذا الالكتريكال جنريتر طبيعته ما بيقدر يحدد الفريكونسي، الاندكشن موتور اندكشن ماشين ما بيقدر هو يحدد الفريكونسي. مين اللي بحدد الفريكونسي؟ مين بيقرر الفريكونسي انها 50 هرتز او 60 هرتز ويحدد الفيز تبعها؟ ناشونال جريد. فالناشونال جريد بعطيني من هون بحدد فريكونسي، لانه انا بدي امشي مع الفريكونسي تبعت الناشونال جريد، وطبعا الفيز والفولتج. هذا ما بحدد الفريكونسي، هون بتتحدد الفريكونسي. فهذا الجنريتر هون بيعمل جنريشن على نفس الفريكونسي اللي جاي من السبلاي، فبعطيني ريل باور. فلما اول ما بشغل في البدايه هذا بيشتغل كموتور، اول ما بشغل بحط باور هون، الالكتريكال باور بنشغل هذا كموتور، الموتور هذا بيبدا هذا البليد يلف كموتور. بعدين بس تبدا تزيد سرعه الرياح هذا الموتور بيتحول الى جنريتر. لما بيشتغل بيبدا يشتغل كموتور، بعدين بس تزيد سرعه الرياح بتجاوز هذه السرعة معينة اللي هي السينكرون سبيد بتحول لجنريتر، بيبدأ يولد طاقة كهربائية، وبي الباور بتبدأ تنتقل بهذا الاتجاه. فالبي الكتريكال باور بتبدأ تمشي بهذا الاتجاه، تتولد من الجنريتر بحول الطاقة الميكانيكية هون الطاقة الكهربائية. طبعا لو بدي احسب الافشنسي تبعت هذا الجنريتر ايش بقسم ايش على ايش؟ اوتبوت على الاوتبوت. شو الاوتبوت؟ الكتريكال باور. الكتريكال باور والانبوت اللي هي الميكانيكال باور اللي هي تي اوميجا. تي اوميجا هون طبعا لازم تكون الاوتبوت الكتريكال باور اقل من الانبوت ميكانيكال باور. اول ما بشغل هذا المحرك في البدايه كموتور ما بدي اياه يشتغل فجأة ويصير في شوك وفايبريشن، فبنكون حاطين سوفت ستارتر. السوفت ستارتر بتيجي الباور من هون بتمر بالسوفت ستارتر بخلي هذا المحرك اللي راح يبدا كموتور ستارتس از موتور بيبدا يلف شوي شوي، وبعدين بتزيد سرعته ليوصل للسرعه المطلوبه، بعدين خلص بتطفي هاي السوفت ستارتر وبيبدا يولد طاقه بهذا الشكل. هذا بالنسبه لبي الالكتريكال. ليش حطينا الكاباسيتر بانك هون؟ ايش احنا بنحتاج؟ ايش هذا المحرك بيحتاج؟ تتذكروا حكينا او ذكرنا شيء؟ ايش الكاباسيتر بعطيني؟ زي بريك. زي؟ لا هون هي حطاته فلترينج غالبا. ايش هي؟ فلترينج لا 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 هون هذا بيحتاج رياكتيف باور.
دائما بحتاج رياكتيف باور لانه اندكشن مود بحتاج رياكتيف باور. الكاباسيتورز هيولد هون يعطوني كيو رياكتيف باور تو بي كونسيومد من الالكتريك جنريتور عشان ما نضطر ناخذ رياكتيف باور من الجريد. ناخذ رياكتيف باور من الكاباسيتورز هي اللي بتغذي الالكتريكال او الاندكشن جنريتور الموجود هون. فكيو الكيو دائما كموتور او جنريتور بتيجي بهذا الاتجاه. خلينا نلخص هذول الاشياء. الباور اللي او السيكونس اول ستيب سويتش اون ذا جريد. لاحظوا هذا المولد ما بيقدر يشتغل بدون وجود الجريد. ممكن هذا يكون سكويرل كيج اندكشن ماشين، ممكن يكون واوند روتر اندكشن ماشين. اذا هو بده يشتغل كموتور ايش بيعمل؟ موتور بلف هذا الشافت مر بالجير بوكس، الجير بوكس بيعمل ستيبينج داون ذا سبيد من هون لهون ستيبينج داون مزبوط من لهون لهون ستيبينج اب وببدا هذا التيرباين يلف. ليش لف التيرباين الحالي هاي هلا اول ما بدينا؟ مين اللي خلى هذا التيرباين يلف اول ما شغلنا السيستم؟ اللي هو الجنريتر يعني اللي هو موتور هلا شغال مش الويند. ممكن انه في له زي طاقه ابتدائيه عشان تبلش تلف فهو بزوده فيها بعدين بصير يشتغل. صحيح هو بشغله كموتور في البدايه. فاول ما بيشتغل هذا البليدز هذول بلفوا ما بلفوا بسبب الرياح بلفوا بسبب الباور اللي جاي من الجريد شغلت هذا كموتور. لاحظوا هذا موتور جنريتر بيشتغل كموتور ممكن يشتغل كجنريتر. الطاقه الكهربائيه اجت عليه. طب هذا لما بيشتغل كموتور كيف بحسب الافشنسي تبعته؟ شو الاوتبوت صار تبعه؟ الميكانيكال باور صارت هاي الميكانيكال باور هي الاوتبوت تبعه وهي الالكتريكال باور هي الانبوت تبعه. يعني لما بتحسب الافشنسي بتحسب اللي هي مثلا بهاي الحاله بتحسب ميكانيكال على الاوتبوت ميكانيكال على الانبوت الكتريكال. لو هذا تغير لجنريتر شو بصير الاوتبوت تبعه؟ اللي هو الاوتبوت الكتريكال على الميكانيكال. تمام؟ فاول ما بيشتغل هذا بيشتغل كموتور بمر من خلال جير بوكس وبلف. فالبليدز اول ما يلفوا او التيرباين لما يلف بلف بسبب انه هذا اشتغل كموتور. هلا عشان بداية هذا المحرك ما تكون رف أو فيها شوك to avoid shock عشان اتجنب الشوك والفايبريشن. شوك في عندي سوفت ستارت. السوفت ستارت بتخلي هذا المحرك يبدا بشكل تدريجي. هلا لما هذا بيشتغل كموتور شو باخذ من الجريد؟ بيزوده بباور ولا بياخذ منه باور؟ لما يشتغل كموتور بياخذ منه باور. وايش بياخذ منه كمان؟ بياخذ منه ريل باور. في ايش كمان بياخذ منه او باخذ من الجريد او من الكاباسيتورز؟ رياكتيف باور. اذا از ا موتور هو فعليا اندكشن موتور
الرياكتيف باور هون مين بيزودني فيها؟ كباسيتي. باي ذي كاباسيتور بانك. لحد الان ما استفدنا، ما استفدنا لحد اي شيء مضمون. شو استفدنا لحد الان؟ بلشنا، احنا بلشنا وجهزنا وحضرنا، ما استفدنا اي شيء لحد الان. بالعكس انا عمالي بخسر ريل باور. مضبوط. اوكي، شو بده يصير الان؟ طب احنا البريك فاتحينه على هذا التيرباين، بس يوصل لسرعه معينه للوند سبيد. اذا از، وطبعا تحت سرعه معينه ما في بيصير شيء. ايش هي السرعه سميناها اول امبارح؟ كات ان سبيد. تحت الكات ان سبيد ما بصير شيء اصلا، بلف هذا بس سبب دورانه هو هون بس مش الرياح. اذا when the wind speed exceeds اي سرعه ايش سميناها؟ the cut in cut in speed. لما سرعه الرياح توصل the cut in speed التيربين سرعته بتبدا تزيد. the turbine speed starts increasing وبتصير هي اللي بتاثر على التيربين، فبصير تزيد سرعه التيربين. هلا لما سرعة التيرباين بتزيد شو بصير عندي؟ شو بتحول هذا؟ بتجاوز السرعة، بتجاوز سرعة حرجة. هسا في مش في زي السيارات اللي هي ممكن كهرباء هايبرد على البريكنج سيستم بتشحن البطارية مثلا؟ تمام، احنا هون ما بنشحن البطارية. لا لا هون بالحالة هيدا، فاهم عليك شو قصدك. قصدك مثلا في السيارة الكهربائية مثلا انا نازل في نزول بدعس دعسة البريك، السرعة مثلا 50 كيلومتر بالساعة، ما بيشتغل الميكانيكال بريك، اللي بيشتغل الالكتريكال بريك. شو بعمل الالكتريكال بريك؟ بحول الطاقة الميكانيكية الموجودة بالسيارة، بعمل بريكنج على السيارة، بس البريكنج بكون الكتريكال بريكنج، وبرجع الطاقة الكهربائية بشحنها في البطارية. طب بالتربايه ما في هذا الشيء؟ هذا ما في، بالارينجمنت اللي موجودة هون ما فيها. لأني أنا هون ما عملت ارينجمنت إني أحط بطارية، هذا في بعض التيرباينز الصغيرة في شيء زي هيك، بس هدول صغار 500 واط بيعمل ريكتيفيكيشن للجنريتد فولتج وبشحن فيه بطاريه. بس ممكن اذا كان مثلا تيرباين باماكن يستخدموا كثير البريكنج سيستم، انه سرعه الرياح تكون عاليه فبضطر يستخدم البريكنج سيستم. البريكنج هناك بصير مش عشان اخزن الطاقه، عشان احمي السيستم واوقفه. يعني احمي ستراكشري. فاهم عليك. بس انا قصدي انه ممكن لو استخدمها كمان بتولد كمان طاقه غير ال... لا لا انا اهم شيء عندي هون اذا ولدت وين اوديها؟ على الجريد. على الجريد. هذا اهم شيء عندي الان. اوكي، اذا ولدت للجريد هي اتفاقيتي، مش هي اتفاقيتي مع الاوبريتور، اتفاقيتي مع شركه الكهرباء الوطنيه مثلا، انه انا اعطيه كهرباء هون على الجريد. هاي اهم شيء عندي، بولد وبحط على الجريد. هلا في بعض سيستمز بتكون اوف جريد سيستمز، بس صغيره جدا بتكون، بتولد في بطاريه والبطاريه بعدها بتستعملها زي ما بدك تعملها، بس بتكون اوف جريد. هذا السيستم اون جريد، لازم يكون اون جريد. يعني الاندكشن ماشين ويل نيفر اوبريت، ما عمرها بتولد اذا ما في جريد. ما بيقدرش يولد لانه فيش عنده رياكتيف باور، هو بده رياكتيف باور حتى يشتغل الاندكشن ماشين. هلا مضبوط الرياكتيف باور انا اخذت من الكاباستر، بس لازم الكاباستر يكون برضه في جريد مشبوكه. الكاباستر لحاله ما بينفع. يعني لو اجيت رحت على قريه نائيه مش واصلها الجريد، واجيت فكرت قلت والله انا راح احط كاباستر بانك، ما راح يشتغل. اوكي، لازم يكون في عندي هون كونكشن مع الجريد. حتى لو كان في مثلا بطاريات بتخزن فيهم، حتى لو كان مش راح يعمل جنريشن، هذا ما راح يعمل جنريشن. اكسايتيشن الماجنتيك اكسايتيشن تبعته لازم يجي شيء من الجريد او يجي رياكتيف باور، بس الرياكتيف باور ما راح يجي من كيو، بيجي من كيو من الكاباستر اذا في جريد. واضحه هاي النقطه؟ ما تفكر انك بتقدر انت تولد اذا ما عندك هون كونكشن للجريد باستعمال اندكشن ماشين او اندكشن جنريتر. واضح؟ تمام؟
لازم يكون في عندي كونكشن مع الجريد. هاي فيري امبورتنت الكونكشن مع الجريد. هلا عشان بعد ما عملت كونكشن مع الجريد احط الكاباسيتورز يعطوني الكهرباء، تمام؟ اذا خلينا نكمل هون. اللي انت بتحكيه مناسب بس بالحاله هاي لا، ما بنستعمله بهاي الحاله. انا دائما عندي طاقه بعطيها للجريد. اوكي، ممكن لو شغلات صغيره انه تظبط، صح؟ لو مثلا توربين صغير ولا مثلا مصنع او شيء زي هيك. بالضبط.